السلام عليكم ورحمة الله الإخوان والأخوات، نعود إليكم من جديد. غادي نهضر في واحد الموضوع ديال سبرسيوني، الناس اللي كيشدوا فوليو ديفيا. فوليو ديفيا عطاوك ورقة باش تخوي البلاد، شدوك كونترول، ما عندك لا ورقة لا جوج، داوك الكويستورة بصموك، عطاوك ورقة باش تخوي البلاد. الله يرحم بها الوالدين الإخوان لما بارطاجيو هذا الفيديو هذا، لأن بغيتو يوصل لبعض الأشخاص اللي هما خاصهم يعرفوا هذا القانون هذا، لان من حقهم يديروا واحد الريكورس. شديتي فوليو دي فيا، شدوك ما عندك لا ورقه لا والو، شديتي واحد الفوليو دي فيا، عطاوها لك بالصموك وعطاوك ورقه باش تخوي. اوكي، خاصك تخوي انترو 15 يوم مثلا، خاصك تخوي انت قبل 5 ايام قانونيا، كدير واحد الريكورس لجوديتشي عن طريق المحامي ياك. هذاك المحامي كيجاوبك في اقل من 10 ايام، كيجاوبك المحامي فاش كيجاوبك في اقل، الجوديتشي القاضي كيجاوبك في اقل من 10 ايام. انت غدير واحد ريكورسو عن طريق المحامي، المحامي يعرف كيفاش يكتب هذا الريكورسو، غيكتب واحد لا اعتراض السيد يلا كان كيوجد مثلا في واحد الدوسي ديالو باش يدفع ليا اللجوء، يا باش يدفع على حساب مرتو، يا باش يدفع الوراق سبيتشالي، يا باش يدفع الهادي، يا يدفع هادي، شدوه عطاوه سبونسور باش يخوي البلاد. انت كتدفع هاد الريكورس للجوديشي، الجوديشي كيحيد لك هذا السبولسيون، ولكن خاصك دير هذا الشيء قبل ما تفوت 5 ايام الاخوان، قبل ما تفوت 5 ايام. وهذا الشيء راه قانونيا كاين، ولونيك اودينس اللي كيهضر فيها ليميغراتو وما عندوش الوراق هي هادي ديال السبولسيون، فاش كيعطيوك ورقه فوليو دي فيا باش تخوي. بارطاجيو الاخوان، الله يجازيكم بخير. اللي ما عارفش هذا القانون هذا، الناس اللي ما عندهمش الوراق، عطاوك ورقه باش تخوي، دير محامي، ومحامي في اقل من 5 ايام خاصك دير محامي، المحامي غيدير واحد الريكورس للجوديش، لان هذيك الورقه واخا انت ما ديرش محامي، وهذيك الفوليو دي في اللي عطاوك باش تخوي راه غيعارك لك، غيوقعوا لك مشاكل معاه، غيوقعوا لك مشاكل فاش بغيت تصاوب وراقك، غيوقعوا لك مشاكل مثلا بغيتي تجوج بشي وحده وتصاوب وراقك، غيوقعوا لك مشاكل، يعني ديما غطلع عليهم هذاك راه رياطو، هذاك راه رياطو، هذاك اللي عندك غيطلع عليهم، هذاك راه مشكل عندك نتايا، لقاوك بلا وراق راه رياطو، وفي بلاد ما عندك لا ورقه لا جوج راه رياطو هذاك، يعني عندك مشكل. الا لقاوك وما عندكش وراق ومشكله، كيعطوك هذيك فوليو دي فيا، وهذيك الفوليو دي فيا كدوز للمحكمه وكتحكم، كتحكم 5 سنين ما تخرجش لهاد البلاد هادي. فهمتي اش بغيت نوصل لك؟ انترو 5 جورني دير محامي ودير ريكورسو، بارطاجيو الاخوان، ما تبخلوش على اخوكم اللي اول مره غيشوف هذا الفيديو هذا، شاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، والسلام عليكم ورحمه الله.